لا هو لا مش هيبقى موجود من 23. وجهة نظري يعني ان بالترتيب فنيا دلوقتي الناس اللي جاهزة رقم واحد مرموش، رمضان صبحي، احمد رفعت. مش احمد رفعت رمضان؟ لا رمضان بالخبرات الكبيرة اللي عنده مع المنتخب من فترة كبيرة والخبرات الأفريقية اللي لعبها، لا رمضان يبقى موجود في المكان دوت. رفعت عنده سرعات أكبر، بس برضه احنا شفنا الراجل، انا بقى يعني عايش الجو جوه شويه، عارف يعني تفاصيل اكتر. الراجل ستايل احمد مش عاجبه، مش عاجبه قوي، بس هو بياخده عشان بعض الماتشات لازم بيبقى محتاجه، بيبقى محتاج حد ينقله في الحته ليه اللي مش عاجبه السيد احمد وجهة نظرك؟ هو، عشان احمد بيلعب على الخط كتير وهو يخش لجوه. ما بيخش جوه، وهو اتكلم معاه في الحته ديت. ولو لاحظت ان في ماتش احمد رفعت جاب فيه جول، كون التاني ماتش الاردن في الوقت الاضافي، وراح اتكلم واتكلم وبتاع، بقى استبعده في اللي بعده. الماتش بعده ما لعبش خالص، ما شاركش خالص. ف والنهارده انا كنت شايف حتى احمد رفعت مش رايق. كان زعلان كمان وهو خارج من الماتش. هو مش احمد من اللعيبه اللي في الحته الهجوميه كويس جدا، واحد على واحد بيعدي، بس انا لو باك ليفت بلعب جنبه يعني بطلع مشاوير كتير على الفاضي، او هقف ادافع له كتير. دي في اللعب الحديث بتبقى مشكله شويه للمدربين اللي هم بيلعب بسيستم كبير يعني. بس طبعا هو عامل السيزون اللي فات موسم كويس جدا، والماتشات اللي اداها مع المنتخب في البطوله كان كويس جدا يعني في طريقه اللعب دي.